إذا إخواني، حكاية من يحكم من في الجزائر حكاية فارغة. هناك المعلومات المتوفرة لدي من مصادر مهمة ولديها قيمتها، أن كل الذي يحدث هو بتوافق ما بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية. فإذا كان الأمر تعلق بالمؤسسة العسكرية، فالمؤسسة العسكرية هي التي تعين أشخاصها وتعين مسؤوليها، والرئيس هو الذي وافق عليها، تقدم له التقرير، هو الذي يتخذ القرارات النهائية. أما فيما يخص الأمور الأخرى المدنية والأمور الحياة الأخرى، فالرئاسة هي التي تقوم، هناك حكومة تقوم بهذا الدور. ولكن المؤسسة العسكرية إذ طلعت منذ 22 فبراير آير أو 22 فيفري 2019 إذ طلعت بدور معين، هي الآن تقود في هذا الدور إلى الطريق. في مرحلة معينة كانت المؤسسة العسكرية هي اللي ماسكة بزمام الأمور، لأن النظام لم يعد هناك نظام ولا أي شيء. وعندما تم تسليم الحكم إلى الرئيس تبون، جاء دور الرئاسة الذي كان غير موجود من قبل، جاء دور الرئاسة، والآن الرئاسة هي اللي تقود، والمؤسسة العسكرية هي التي تساعد الرئيس في الوصول إلى شاطئ الأمان. لأن المؤسسة العسكرية، وهذا الذي يقوله الكثير من الجنرالات، أن المؤسسة العسكرية إذا لم تسير فيما يخدم الجزائر وفيما يحافظ على أمنها واستقرارها، البلد ستغرق بالجميع، ومن يقول غير ذلك فهو واهم. لذلك إخواني الكرام، أيها الجزائريون، الأمور معقدة، الأمور صعبة. لو لم تكن هناك تكامل بين كل المؤسسات، وخاصة المؤسسات الأمنية والمؤسسة العسكرية والمؤسسة الشعبية والمجتمع المدني، لم يحدث هذا التكامل، لكانت الجزائر غرقت في حرب جديدة. ولا تقل لي أنه لا يوجد خطاب متطرف، هناك خطاب متطرف، وهناك الجماعات التي كانت في التسعينات جددت نفسها تحت مسميات أخرى ومسميات جديدة حتى تخادع الجماهير، ولكن في الأصل هي فكرة واحدة تتمثل في إسقاط المؤسسة العسكرية وتدميرها وإسقاط النظام. والنظام لا يقصد به النظام الحاكم، بل النظام العقد الاجتماعي في الدولة. وعندما يتفكك العقد الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد، بين الحاكم والمحكوم، بين الدولة والشعب، أعتقد بأنه في هذه الحالة البلاد ذهبت إلى الهاوية. إذن إخواني الكرام، على الجزائريين أن تعوا أن هناك أجندات خبيثة لا تنساقوا، يجب أن تأخذوا المعلومات من مصادرها، لا يجب أن يخدعكم أي شخص يجلس معكم يقول سمعت وعلمت وتسريبات وكذا وكذا. التسريبات تحدث حقيقة، ولكن تحدث من أطراف تريد إجهاض هذه المرحلة. هذه المرحلة إذا تم إجهاضها، تأكدوا بأنه سيعود لكم توفيق، يعود لكم طرطاق، يعود لكم أويحيى، يعود لكم غول، يعود لكم سلال. وإذا لم يعودوا كأشخاص، يعودوا كأفكار حقيقية تتجلى في أشخاص أقذر من هؤلاء. لذلك إخواني الكرام، يجب أن تعوا، يجب أن لا يتحول رأسك إلى مستودع أو إلى نفاية لتوضع فيها كل المعلومات الخاطئة أو المعلومات المضللة. يجب أن لا تسمع إلى أي كان. واحد يجيب لك تسريب يحدث صحيح، تأكد بأنه مع التسريب هذاك سيستغله ويزرع أكثر من 1000 معلومة خاطئة في رأسك. يجيب لك معلومة يقول لك هاي المعلومة، بعد ذلك تأكد صحيحة، واللي أعطوها له من قبل هم حضروا فيه باش يعطوه معلومات أخرى غير صحيحة. وهذاك هو الهدف. الهدف ليس أن واحد يجي يقول لك الجنرال فلان راه سراك دار كذا ودار كذا واتخذ كذا، وبعد ذلك تظهر هذه المعلومة صحيحة. هو الهدف ليس في هذه المعلومة ولا هذا الجنرال ولا شيء، الهدف هي معلومات أخرى يراد الترويج لها بناء على هذه المعلومة. إذن يعطوه تسريب ينشره يظهر صحيح، بعد ذلك يعطوه 1000 معلومة خاطئة يشحنوا بها المرحلة، لأن المخطط القائم الآن هو إسقاط هذه المرحلة. هذه المرحلة تتمثل في إسقاط تبون، إسقاط القيادات العسكرية، إسقاط كل من ساروا بالمؤسسة العسكرية في غير ما تهواه ضباط فرنسا. هذا هو. هناك خالد نزار في الخارج يعمل مع مجموعاته، هناك لوبيهات أخرى تمت صناعتها في الخارج، هناك رجال أعمال ومال هربوا أموال يجري صرفها على الكثير من الأطراف من أجل تلغيم هذه المرحلة وتضليلها. الجزائر في وضع سيء،
الوضع الاجتماعي متفكك، الوضع السياسي غير مستقر، الوضع الأمني خطير، كل هذه الألغام تسير فوقها الجزائر. إذا زدنا لها نحن واستسلمنا أو سلمنا عقولنا إلى أصحاب الأجندات الخبيثة، سواء من طرف أشخاص هم الأجندة بحد ذاتها أو من طرف أدوات يجري استعمالها من أطراف أخرى، سواء عن سفالة أو نذالة أو جهالة أو عمالة. نعم، هذه هي الإشكالية الحقيقية إخواني الكرام، هذا الذي أوصيكم به، حذاري من المعلومات المضللة، حذاري من أن تفتح أذانك وعيونك وتطر قلبك فيشحن بكل ما يأتي لا تدري. يجب أن تتثبت وتتأكد، فليس لا تأخذ المعلومة إلا من مصادرها، وإذا شخص إذا صدق في معلومة فتأكد بأنه سيكذب في مئات المعلومات. لذلك ليس كل من يعطيك معلومة صحيحة يصير عندك مصدر صدق ومصدر ثقة، أبدا ليس كذلك، ليس كذلك، خاصة أنه عندما لا يكون إعلامي حقيقي، وعندما لا يكون لديه أخلاق ولديه قيم ولديه نبل في التعامل مع قضايا بلادي. ونحن كمسلمين لدينا علم سموه علم الجرح والتعديل، هذا العلم الذي يمكن أن نستقي منه الكثير، فالمعروف بسلوكه الأخلاقي السيء لا تأخذ منه المعلومة ولو كنت متأكد بصحتها، حتى أخذها على سبيل الاستدلال فقط وارميها وراء ظهرك، ولكن أن تحوله إلى قدوة وهو فاسد أخلاقيا، فاسد قيميا، فاسد وطنيا، لا تدري حتى من يستعمله ولا تدري حتى من يقفون خلفه. فأعتقد بأنه مشكلتنا ليست أنك تستقبل المعلومات، نحن في عالم مفتوح والمعلومات تتهاطل من كل حدب وصوب، مشكلتنا كيف سنتحول إلى أدوات بناءة لإنقاذ الجزائر وإخراجها من هذا النفق الذي تسير فيه.